عند حدوث أي هجمة أو عمل إرهابي داخل تركيا، الأنظار مباشرة تتجه نحو عدو داخلي وله امتدادات خارجية متمثل بحزب العمال الكردستاني، بالإضافة لسياق آخر الآن يمكن إضافته يتعلق بالتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ومتعلقة بإسرائيل والحرب في غزة ولبنان والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي قبل فترة بأن هدف إسرائيل القادم هو الأناضول. ونعلم جميعا شبكات الموساد التي فككتها تركيا قبل عدة أشهر، لكن بجميع الأحوال من المبكر توجيه أصابع الاتهام لأي جهة. أولا، ليس هناك حتى الآن أي دلائل أو معلومات مؤكدة. حتى الآن نحن في سياق الهجوم، الحديث ما زال مستمر عن مهاجم ثالث يحتجز رهائن، بالتالي الكثير من الحيثيات والخلفيات ما تزال غير واضحة.